يصير باك اب. نطلع من الاتجاه، نطلع من الاتجاه هذا، نروح خير ان شاء الله. من فاكرين نفسكم عاشق زميل الكتان. هل يعتبر فايبر؟ هل خلصت تحدي الفايبر؟ ما اعرف اذا خلصت تحدي الفايبر، بس نروح نسوي فاست قبل مرة ثانية. او اروح لا الماب تريجر ماب اللي اعطاني اياها، ببحث عنها وبسوي في الفاست قبل. بس اتوقع انها ما تكون بعيدة من هذا. ليش؟ يعني في الالعاب الثانية في اسيست، لعبة اساسن كريد مثلا لما تركب الخيل تخلي تو فولو ذا رود مثلا تقوله، هم يريدون يعني ان اتحكم بالسفينة طول الوقت. اوكي، لكن نفس الحالة انت بعض الاحيان تبغى تبحث عن الطريق. ما مقنع يعني بالشيء. يلا انطلق انطلق انطلق، نروح نشوف ان يد العودة للحداد بالصندوق هذا. ليش ارجع للحد؟ اوكي هذا مهمة توصيل. اريد اسافر بس ما جيت هنا عشان اكلمكم ولا اتاجر معاكم ولا اسوي اي حاجة، بس اريد اسافر. نشوف اصلاح سفينة، انتحار، انتقال سريع. هنا نشوف نشوف التاجر اذا عنده شيء، نشوف المهام. يس مثلا شحن السفاحين، ما اريد، لا ما اريد اسوي هذا. من الاعماق توصيل عين الكوهاريبو. اوكي اكتملت الصفقة، على بالي انها مهمة. اوكي في عندك بيع، لازم استغلهم هذا. لا خصوصا انه اوه عنبر، عنبر هذا بيجيب لي الاف ولا 2000. حلو 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 حلو. فلوس عندنا زينة. اتوقع هنا لو سويت انا احس انه هنا ما هي نفس هذا. افتح المهم 4 5 جزر قدام نفس
نفس المكان. هنا ما في، هو قال افريقيا، فالمفروض انها تكون هنا. هذه 3 جزر. نشوف لنا مكان ثاني. طبعا في فاست ترافل لانه هذا خسارة فلوس. كم 1000 وانا اتنقل اخسرهم. الكنز المخفي، الكنز المخفي تحت ايش هذا؟ قبر. اشوفه، بشوفه بعد شوية. انتقام. ارجع شوي. تبي مفر الغزاة خطان فتح بالإغارة على احتياطات طعام أنجوان. يجب استعادة طعام مسروق من مجيري فارا. بستقبلها بس ما بخلص الحين لأنه already occupied. و نخلص الوقت ثاني هذا. بيع وشراء، نشوف ويش ممكن انكم تبيعوني. مركب سلوب عندي اوريدي من جنيه. بس اشتري لان بس اشتري عشان عندي فلوس واجد. بيع، عندك حاجة تشتريها؟ لا. Wishing you a safe journey from Sahari Raiders. اوكي. الحين إذا شفنا هنا وشفنا هناك، نتبع الماب. في جدار، وجنب الجدار راح تكون تم الإضافة للسجلات. ما اشوف حاجة. وش هذاك اللي ظهرته قبل شوي؟ ما ظهر شيء. اوكي، نروح يسار. هي تكون جنب الجدار. مكتوب عليه شيء. او صخرة، صخرة كبيرة. ما اشوف صخرة كبيرة. كتير. Victor Bonus. I may have what you need. Yeah. What do you need, Ntaga? شراء مبلغ حلو، بس عندي 26 ما أحتاجه. صندوق رماح ما أحتاجه. البيع مالك ما حلو. فقير، فقير ما عنده فلوس. جدار مكتوب فيه 13 يوم تقريبا. ذاك الحين قرأت 13 يوم. بعدني ما وصلت. شوف فوق يمكن. ابدا ما في حتى اكس على شجرة. هذا قطعة صخرة كبيرة. ايش هذا؟ نقرا الماب. الرسالة. جبالي، جمال جبالي. أراد الأحمق أن يتوغل أكثر وأكثر بعد الركائز والمنحدرات الخشبية وفي المنازم. قال جليل إنه يجب العثور على الكنوز المفقودة. إذا نثروتها سنجعل الاتحاد أقوى ضد الغزاة. هراء، ولد غبي. سألني لماذا هاجرت المنزل ولماذا تظل ثروتنا مدفونة تحت الأرض. أخبرته الحقيقة. منذ سنوات مضت اختفى العديد من عمال المنازل دون أي أثر. كانوا ينتقون الحجارة وينخلون التربة حتى جاء يوم غامر وعميق جدا ولم يعودوا. لم يكن لدى الزعيم أي خيار سوى إغلاق المنجم وإغلاق المدخل للأبد. ديال الشيباني. هذا النزول. وأرجع. أوكي، هاي وينها؟ ما أشوف العلامات المذكورة، ما أشوف العلامات المذكورة. 3 أيام بس. هذا هي الماب. هاي والله صغيرة على بالي قبل.
نرجع الإبحار أو التنقل السريع، نرجع لأنيتا، أغرق السفن، أقدر أروح هنا أغرق السفن، بس لازم أرجع مرة ثانية عند حد أسلمه المواد. على الطريق نخلص هذا المشن، أعرف إنها قاعدة تاخذ وقت مني، وخصوصا إني كنت أريد أوصل سلعة هذه التاجرة اللي أوكي، هذه التاجرة اللي تريدني أقتلهم، فالعودة بتكون بسيطة يعني قريبة، ما بعيد واجد. الأمور طيبة إن شاء الله، طلقة وطلقتين وخلاص. نارجيل آخر لحظة يعني سأغرق. ما جالس أدافع لأني أحس نفسي إني أقوى منهم حقيقة. نرجع لل ولا نرجع لهنا؟ كيف ال ما اريد احاربكم انتو، خلصنا منكم نروح نرجع للتشيرلوك المهمة ماله. نوصل شحنة طبعا، نقتل هذا لو نوصل شحنة، يكون عندنا حرب هنا، بعدين نوصل شحنة وبعدين ما برجع عند انيتا لانه باخذ وقت كثير واوريدي قريب، يعني احنا عندنا زدنا ساعة. خذينا زدنا ساعة على الوقت اللي كنت محدد لنا، ف افضل ان ننهي ونشوف عاد نكمل فقط اخر بكره ان شاء الله.
نفس التوقيت، مع اني ما حطيت في الجدول ان بكره، لان هذا ما بتكون بشكل متكرر، بس ممكن يعني من وقت لوقت اخر ان نسوي ده.